طيب نقرأ يا شيخ آخر مريم. آخر مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. طيب في آية الآن ذكرها الخطابي كإشكال. نعم، سيجعل لهم الرحمن ودا بقول على لسانهم، ومن الذي يقول جعلت لفلان ودا وحبا بمعنى أحببته، وإنما يقول وددته وأحببته أو بذلت له ودي أو نحو ذلك من القول. جميل، هذا الاعتراض طبعا ما لوش مكان هون، لأنه مش هيك معنى الآية أصلا، مش هيك معنى الآية. أولا نشوف، مع أنه كان في كلام حول الود، طبعا لغة ود برضو، ود وود. لما نيجي مثلا بعض تعريف بعض علماء اللغة ما هو الود، ممكن يقولوا مثلا محبة الشيء وتمني كونه أن يكون، يعني محبة الشيء وتمني. في التمني تعطوني آيات في التمني أشوف. ودوا لو تكفرون كما كفروا. ودوا لو تكفرون كما كفروا. ودوا، إذن في هاي أمنية عندهم. إيش كمان؟ يلا شوف. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هون التمني. طيب هو لما بتمنى شيء معناته في عنده رغبة فيه، في تحققه، أو محبة، رغبة أو محبة في تحققه. عشان هيك قالوا الود. الود إيش؟ محبة الشيء وتمني حصوله. طيب، أو كونه يعني. طيب في التمني واضحة قضية ود، ودوا. لكن هل هو فعلا الود في حد ذاته إيش بالضبط؟ يعني ممكن أنا أقول أنا أحب العسل، بس بتقدر تقول أنا بود العسل؟ أنت بتحب العسل مش بتوده، تمام؟ ففي قضية الود بالدرجة الأولى هي سلوكيات، دققوا معي، هي سلوكيات يمارسها الإنسان أو حتى الحيوان، تشعر منها إنه هاي تعبر عن محبة. بس هي الود أكثر في إيش؟ في عالم السلوك. كمان مرة، في عالم السلوك. قلت لما نقول فلان يتودد لفلان معناته عم بسلك سلوك، هو يعبر عن شيء في داخله أنه يحب، بقصد أنه هو بده يتقرب، فمنقول بتودد. بس ممكن يتودد الحقيقة واحد شخص لآخر بدون ما يكون بيحبه، ممكن يتودد له لمصلحة. فهو الود غالبا يظهر في صورة سلوكية، سلوكية تشعر الطرف الآخر أنه هذا يحبك، بيحبك، تمام؟ فهو الود. طيب نيجي الآن لقضية، لما قلت إنه بحب العسل، طب كيف بدك الآن تتصرف بالتصرف مع العسل، يشعر العسل إنك بتحبه؟ لا، مش وارد هذا، بيني وبين العسل ما فيش مودة، تمام؟ ولكن ممكن تقول أنا بودي، نستخدم بودي، إحنا مشك بودي أن أمتلك مثلا بيت، بودي أن أمتلك بيت، هذا تمني. أما ما بتقولش أنا بودي البيت، أنا بحب هذا هذه الفيلا وشكلها بحبه. طب بتودها؟ إيش أودها؟ الود ما هو سلوك للتعبير عن المحبة، وهون بيني وبين الفيلا فيش تعبير عن محبة. أما أنا ممكن بحب الشكل هو الفيلا وكذا الأخيري، لكن ما ممكن يكون بيني وبينها ود خصوصا. طيب فهون إن الذين آمنوا
وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذن أولا سيجعل معناته هو الود الآن مش موجود، سيجعل في المستقبل، سيجعل في المستقبل لجماعة الإيمان إن الذين آمنوا لاحظوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم في قلوب العباد ود. إذن هو الاعتراض مش في محله، لا الله سيجعل للمؤمنين الذين يعملون الصالحات سيجعل لهم ود في قلوب الناس. طب كيف يعني ود؟ معناته مش بس محبة، مش بس محبة بده يجعل في قلوب الناس، وسيكون في سلوك للتعبير عن هالمحبة. إذا والله بيحبك وما عبرش شو استفدت؟ شو استفدت؟ ود الآن معناته المحبة هذه بتتحول لإيش؟ لسلوك، سلوك يعبر عن هذه المحبة. تمام؟ هون هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. لو جينا لعالم الصحابة اللي كانوا، لأنه هاي السورة مكية، هي سورة مريم مكية. طيب وفي هذا الوقت كان أهل الإيمان في مكة يضطهدوا ويعبر لهم عن الكره والبغض، مش المحبة والود، بالعكس حاصروهم وقتلوا وعذبوا إلى آخره. طيب لاحظوا الآية بتوعدهم إيش؟ سيجعل، أيوة سيجعل لهم الرحمن ودا. بمعنى الوجين الآن إحنا بعد 1400 سنة، ما رأيكم ما مكانة الصحابة وخصوصا أوائل من آمن وأوائل من هاجر من الصحابة اللي اضطهدوا في مكة؟ إيش الود اللي إلهم في قلوب المليارات؟ يعني بكفي أنه منصوص عليهم في الدعاء المأثور. أيوة المأثور، يعني من هون ليوم القيامة بظل المؤمن يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أيوة وحتى مش هيك، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. فهون هل لهم في قلوب البشر ود؟ والناس تعبر عن الحب في صور مختلفة، اللي بنسميه الآن هذا التعبير ود. نعم موجود. وبالتالي كثير ممكن يحصل بعض الحزن أو الأسف من بعض الدعاة في بعض المجتمعات، إنه المجتمع مش متقبلهم. هون نذكرهم طالما هم مؤمنين ويعملون الصالحات إنه ستنقلب الصورة، والله سبحانه وتعالى سيجعل لهم في قلوب العباد ود. وإحنا عشنا على فكرة في فترة، مثلا أنا شخصيا في الستينات كنت واعي، في الستينات كنت واعي، والسبعينات والثمانينات التسعينات، وإيش كيف كان موقف المجتمع من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في ذاك الوقت، خصوصا ستينات وسبعينات، وكيف موقف المجتمع اليوم؟ تتجلى مثل هذه الآية معانيها، سيجعل لهم الرحمن ودا. شو ما كان في نوع من الكذب والإعلام التضليل من المنافقين ومن الكفار وإلى آخره ضد الدعاء إلى الله، لكن بتلاحظوا إنه شو اللي بصير؟ ملاحظين إحنا المسيرة كيف ماشية، كيف ماشية. بتقولوا لي طب ما هو في أحيانا عم بنكشف بعض الدعاء وبيظهر مساوئهم وكاينين منافق أهل نفاق. أيوة ما هو الله بيكشف أهل النفاق وبيجعل الود للذي للمؤمنين اللي بيعملوا الصالحات. حتى لحظة، مش بس مؤمن ويعمل، مؤمن عامل، سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذه المسيرة راح تشوفوها كل ما تقدم الوقت تتضح بشكل أفضل. إذا هون بكفي يبدو. طبعا هذه أواخر سورة، على فكرة الآيات أواخر سورة مريم، وسورة مريم مكية.